مهم جدا في كل مرحلة عمرية إن السيدة أو الفتاة تهتم بصحتها قبل الزواج، بعد الزواج والإنجاب، وبعد كمان الرضاعة وأثناء الرضاعة، إن هي تعمل بشكل دوري مجموعة من الفحوصات علشان تطمن إن لا قدر الله ما فيش أي أمراض مزمنة ولا أورام. وطبعا لو المرأة أو الفتاة بيكون عندها تاريخ مسبق في العيلة لمرض السرطان مثلا، وقتها بيكون مهم جدا أن يكون الكشف والفحوصات دي ما بتكونش رفاهية، بتكون ضرورية وهامة بل وإجبارية. طيب دلوقتي عايزين نعرف هي الفحوصات اللي احنا محتاجينها، أنواع الأشعة، التحاليل المناسبة لكل امرأة وكل سيدة في مختلف الفئات العمرية. كل المعلومات دي هنعرفها مع حضراتكم النهارده مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور خالد النمروسي، استشاري امراض النساء والتوليد. دكتور خالد منورنا واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، احنا هنبتدي مرحله مرحله، نقول احنا دايما بنتكلم بعد الولاده وقبل الولاده، لكن في مرحله قبل كده للبنت، البنت العاديه يعني، اللي هي مرحله البلوغ. لازم المرحله دي اكيد ليها برضو مواصفات، ما يعني ايه اللي نعمله للبنت ساعة ما توصل لدرجة ونكشف على ايه، ولا الام تعمل لها ايه، ولا تفهمها ايه الى اخره يعني. مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور خالد. طبعا مرحلة البلوغ بتبقى مرحلة يعني ليها خصوصية يعني شديدة جدا. لانه بيبقى فيه تغيرات في الهرمونات جوه جسم البنت، هي مش فاهماها وبتتخض منها. فبصراحة يعني لو هكلمك يعني براكتيكال او يعني بطريقة عملية، طريقة عملية يعني، بيبقى دور الام هنا اهم من دور الطبيب بكتير بكتير جدا يعني. دور الام انها تلاحظ مثلا اي تغيرات، بس ما بتبقاش الفترة دي بالنسبة للبنت ما بتبقاش مستقرة الامور. مش بس تلاحظ يعني، الفكرة ان هي اللي تسعى للمعلومة قبل ما تخلي البنت تبقى تواجه المعلومات دي، مش عارفه تتساءل جواها يعني. هي ممكن الام تتخض، بس هي بقى تروح للدكتور تسال او تقرا قبل ما هي تبدا تاخدها وتلف بيها على الدكاتره. يعني شخصيا بنصح في الوقت ده انها ما تروحش للدكاتره كتير. بتبقى يعني لسه مخضوضه وممكن تعمل لها يعني زي تروما سايكولوجيكالي بعد كده. فالاحسن هنا الام هي اللي تقوم بالدور ده، تفهمها يعني الدوره بتبقى نظامها ايه، لو هي مش عارفه تسال الدكتور يعني. انما بالنسبه لنا احنا كفحص يعني، المفروض في حاجات ثوابت لازم تبقى في ثقافة البنت والمرأة بعد كده، إنها إزاي تفحص نفسها، وإنها إزاي تلاحظ أي حاجة غريبة على جسمها من وهي صغيرة. لازم تتعود على القصة دي، ما تبقاش مكسوفة من جسمها يعني، أو ما تبقاش مكسوفة إن هي تفحص جسمها. فالحاجات المهمة من البلوغ لحد العشرين في الوقت ده بيبقى فحص الثدي مهم جدا. يعني ازاي؟ بطريقه مبسطه. وبتبقى طبعا البنت برضو فرحانه بجسمها وفرحانه بنفسها وعاوزه يعني، فبتبقى حاجه كويسه بالنسبه لها. هي مش حد اللي يعمل القصه دي. فحص الثدي ده مهم جدا لو احنا عاوزين نعمل في السن ده الصغير ده. بص حضرتك يعني في التين ايجرز بيبدا الثدي يبدا بيتكون. وبيبدا يبقى ريفورم وبيثبت على كده يعني. ما بيبقاش يعني الغدد اللبنيه والكلام ده بيبقى مع الحمل بقى او ده. انما هو بيثبت في طول ما هي مش متجوزه، مش حامل، او ما تعرضتش لامراض تاخر الدوره، او يعني في مشاكل في الدوره، فهيفضل الثدي ثابت. طب سن المراهقه كان زمان يقولوا لنا مثلا ابتداء من 12 13 سنه وانت طالع بالنسبه للبنات وللولاد. دلوقتي يقولوا لنا لا، العلماء بقى بيعملين يقولوا لنا لا، ده بيبتدي كتير جدا المراهقه من سن 9 سنين. هل بالنسبه للبنت يعني، هل برضه حصل لها بالنسبه للبلوغ يعني، هل برضه بقى بدري؟ لانه بيقولوا في كتير قوي من البنات دلوقتي من سن 9 سنين. هو بدون قطع هو ال 13 ده الماكسيمم يعني، هو ال 13 يبدا منه ينتهي يبدا يعني. بعد 13 نبدا ندور، وممكن
ساعات بيتاخروا ل 15 او 16 بس ده بيبقى قليل جدا يعني. بس هو المتدارك اللي هو 13 عشان الناس ما تقلقش. اوكي. يعني مؤخرا يا دكتور ابتدينا نسمع عن مشكلات كتيره بتصيب الفتيات في السن ده تحديدا، من عدم انتظام الدوره او طولها، مدتها، اسرها، يعني كتير من البنات دلوقتي ده حديثهم وشغلهم الشاغل. اوكي. بص بقى، يعني الكلام اللي هقوله بس هو ده تخصصي فممكن يكون غريب شويه. هو الـ 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 زي ما قلت لحضرتك الفتره دي بالذات بيبقى زي ما واحد بيتعلم السواقه جديد، الجسم لسه بيلاقي نفسه والغدد لسه بتتواصل مع بعض بطرق لسه ما السيستم ما اكتملش. ففي الحالات اللي زي دي احنا يستحسن ان احنا نراقب من بعيد ونستنى لما الجسم هو اللي يظبط نفسه بنفسه. اللي هو بيبقى عند سن كام تقريبا؟ يعني انا كأم امتى ابتدي اقلق او امتى اقول لا انا لازم اخد بنتي لدكتور نساء او طبيب؟ ده في اي سن، مفيش فيه سن معين يعني، بس الفكره كلها في السن اللي هو التين ايجرز ده. هو الحاجات اللي هي لازم تستشير طبيب، انا مش بقول ان هي يعني لخبطت الدوره لازم دكتور النساء يشوفها. بس انا بخاطب دكتور النساء ان هو يطمن الام، وطالما ان الدوره دي مش مؤثره على حياتها او على صحتها، يعني مثلا مش نزيف يجيب لها انيميا مثلا، او ان هي دوره جامده جدا بحيث انها بتقعدها في البيت. في الحاجات اللي زي دي بنتدخل، وبنتدخل بطريقه بعيده عن الهرمونات خالص، يعني ما بديش طبعا يعني مش هنبتدي يا عيني في السن ده بقى هرموناتك يعني، يعني سهل ان انا اوقفها باي هرمونات، يعني لو اديتها هرمون حمل هتوقف القصه وهتبقى سعيده، بس ده هياثر عليها بعد كده. بس اسباب ده بقى بترجع لايه؟ زي ما قلت لحضرتك يا غالبا بيبقى نورمال طبيعي، لانه لسه الغدد مش يعني لسه ما خدتش المجرى الطبيعي بتاعها. انا بحاول اتكلم كلام يعني بسيط بس يعني بس الفكره كلها ان هو مثلا الغده النخاميه لازم بتدي اشارات للمبيض عشان يطلع هرمون، فالهرمون ده بيأثر على الرحم فبينزل الدوره دي، الدوره الشهريه يعني. السايكل السيستم ده بيكون لسه ما اكتملش، فممكن جدا بيبقى في حاجه في النص هي اللي عامله القصه دي. انا بقى كدكتور ما تدخلش فيها، يعني هي يستحسن انها بتظبط نفسها بنفسها، بس زي ما بقول لحضرتك مثلا الدوره ممكن اديها حاجات تقلل الدوره شويه، ممكن اديها حاجات بس ما تكونش هرمونيه. بالظبط، ده المهم، ده مفروض بقى ده الهرمون، ولا تدخل جراحي ولا تدخل جراحي. الدكتور حتى اسفه يعني في مرحله سن الياس احيانا اللي بيقولوا عليها دي بتيجي للمراه ومش عارفه ايه، احيانا في دكاتره بيدوا هرمون بيقول لك لانه دي ورغم كده احتمالات كتير جدا انه تاثيرات الهرمون على الست في الفتره برضه تبقى سيئه ما تبقاش كويسه. هو لا ده انت نقلتيني حضرتك لحته ثانيه خالص، حته ثانيه خالص. دي الهرمونات التعويضيه، لا دي قصه ثانيه، دي قصه حاجه، لانه العلم يعني تطور. ما نديهاش دي للبنات الصغيرين خالص. لا 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 خالص. لا ده انا بتكلم على هرمونات اقل بكثير من الكلام ده حتى. يعني في ناس بتدي مثلا حاجات مثلا الدوره بقى لها ست شهور ما نزلتش، فبيديها حاجه تنزل الدوره. اوكي. فمثلا بعد كده الدوره بتيجي كل 3 4 شهور. كل اللي مطلوب انها يعني طالما ان هي اوكي ماشيه كويس ما تقلقش. انما اللي بيقلق ليها يعني ليها اعراض مرضيه في الحاله دي لازم يتدخل الدكتور. بالظبط. اي حلوه دي. الفكره بقى حته الاعراض المرضيه بقى اللي هي بتاعه تاخر الدوره دي 90% نفسي. يا سلام. لانه بتيجي تقول لي الدوره مزنوقه جوه جسمي، هي عندها شعور ان في يعني في دم متخزن جواها ومش هترتاح الا لما ينزل الدم ده. نكشف عليها بالسونار نلاقي بطنه الرحم رفيعه، مفيش دوره اصلا لسه. يعني لسه يعني ما اشتغلش التبويض في الشهر ده. فبيبقى ساعات الدكتور تحت ضغط الام بيديها بقى حاجه سايكل تنزل الدوره فتبقى سعيده يعني. ده اللي انا بقول عليه ان هو البنت مش لازم في السن ده تروح لدكتور النساء. لكن مؤخرا برضو يا دكتور بنسمع عن نماذج او امثله ان الفتيات بيعانوا من تاخر الدوره ويرجع الدكتور يقول لهم ده لان الرحم عندهم بيكون زي بوليبس او اكياس. هو الفكره لا الـ 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 الـ
الرحم ملوش دعوه بالدوره الا لو كان رحم طفيلي، يعني الرحم نفسه صغير جدا، فدي طبعا قصه تانية خالص يعني. بس انا بتكلم ان الدوره جت، يعني الدوره اوريدي جت نورمال طبيعيه جدا، وبعدين بعد 6 شهور ما جاتش، ده اوكي. انما لو الدوره ما جاتش خالص، هو ده بقى اللي بنتكلم فيه، ان هو الفكره. بس دايما الدوره بتبقى نتيجه الهرمونات، يعني المشكله بتبقى في المبيض او ما يعني الحاجات اللي بتدي سيجنال للمبيض نفسه. هل الدوره دي ليها يعني او معالجتها او انها تبقى منتظمه ليها علاقه بالعقم بعد ده عند السيدات ولا لا؟ ده حاجه ودي حاجه. بعد الجواز الدنيا بتختلف. تاخر الانجاب يعني مش شرط العقم. ما هو دلوقتي هو اسمه تاخر انجاب، عقم ده بتبقى كلمه صعبه كتيره. لا، بعد الجواز الدنيا بتختلف خالص. يعني مثلا هقول لك على حاجه، حضرتك لو عندها تكيس على المبيض مثلا، فممكن بنفحصها في الوقت ده وبنطمنها، بنشوف حاجات تانية اللي هي بتيجي مع التكيس، يعني زي السكر، هشاشه عظم، ضغط، الحاجات اللي هي. انما كانجاب ما بنعملهاش اي حاجه، لان ممكن بعد الجواز تتصلح الامور وينتظم التبويض. فدايما عشان كده بندي من 6 شهور لسنه لو عمرها يسمح، لان دلوقتي طبعا الجواز بدا يتاخر شويه. فلو عمرها يسمح يعني، يعني في لحد الثلاثينات مثلا، ممكن من 6 شهور لسنه ندي فرصه للجسم ان هو برضو يرجع تاني، التبويض ينتظم. طب لو حاولنا نقسمها المراحل يا دكتور، يعني المراحل السنيه المختلفه، وفي كل مرحله ايه هي الاشعاعات والتحاليل اللي الفتاه او المراه بتكون محتاجاها علشان تطمن على صحتها قبل الزواج، بعد الزواج، بعد الانجاب والرضاعه؟ اوكي. هي طيب نقول مثلا من 20 ل 30، احنا اتكلمنا على التين ايجرز، يعني من 20 ل 30 بتبقى الدنيا لسه، يعني اللي هي ممكن تعمله زي ما قلنا، في حاجات هتبقى ثوابت اللي هي فحص الثدي ده على طول، بشكل دوري. ده احيانا بيبقى يومي. يعني دوري، يعني هي نعم احيانا بيبقى دوري، انه الانسان نفسه هو يفحص. لا، ما هي اللي هتفحص. انا بتكلم ان هي اللي هي تفحص. هي اللي تفحص، ده يعني الاسبوع اللي بعد الدوره هو ده احسن وقت اللي تفحصه. دوري بقى دي يعني، يعني ممكن كل 6 شهور، ممكن كل شهر. في السن ده لسه يعني بيبقى غريب لو طلع في كانسر في الثدي في الوقت ده، لان هو بيعتمد على هرمون الانوثه جامد جدا، وبيبقى لسه ما تعرضتش للهرمون ده فتره طويله يعني. حتى لو كان ليه في تاريخ في العائله القريبه. التاريخ في العائله دي ده في وضع تاني تاني تماما. يعني تاريخ العائله ده من الاول خالص، من وهي تين ايجر بتبقى القصه مختلفه تماما يعني. تحليل دم، صوره دم بس بسيطه كده هون، ودي برضو بتبقى محتاجينها بعد الاسبوع الاول من الدوره، صح؟ لا، تحليل دم في اي وقت. انا بدور في الدم على الحاجات زي انيميا، زي مثلا حديد ناقص كده يعني. انما هي في السن ده المفروض انها بتبقى يعني ده تشيك اب بسيط، ما فيش فيه مشكله يعني. ممكن تقيس ضغط كل فين وفين بس يعني. ده من 20 ل 30، ده الوقت اللي هو ده الوقت اللي هو بيسفول بالنسبه، يعني وقت مسالم جدا بالنسبه للمراه يعني. من 30 بقى بتبدا يعني مثلا تبدا نخش في قصص تانية زي الغده الدرقيه، بتبقى مهمه جدا، ودي برضو ليها تاثير جامد على عدم الانجاب. بنبدا نخش في ان احنا نقيس كالسيوم وفيتامين د، برضو خاصه لو كانت محجبه او منقبه او كده. ليه علاقه ده بده؟ يعني ما بتعرضش للشمس كتير. فبيبقى يستحسن نعمل فيتامين د وكالسيوم كتير. وساعات يعني عشان برضو شواهم، يعني ساعات مثلا اللي بتبقى البنت يعني تخينه وعماله تعمل رجيم وعماله تعمل، فبتلاقي لو فيتامين د قليل جدا وظبطناه هتلاقيها بتخس مثلا. نبدا الكوليسترول برضو في الوقت ده، دي حاجات التشيك اب البسيطه. لو هي بقى متجوزه وبقالها 3 سنين متجوزه، يستحسن هنا بقى نعمل نكشف على عنق الرحم. ده بيبقى مره كل 3 سنين. في المرحله السنيه دي في الثلاثينات. الثلاثينات. الثلاثينات اللي هو دي بتبقى، يعني الثلاثينات بتبقى
بيسموها سيكشوالي اكتيف، يعني بتبقى وهي متجوزه بتبقى ده الفتره الناحيه الزوجيه فيها بتبقى كتير، يعني بتبقى دي البيك بتاع الفتره بتاعتها. بعد كده في الاربعينات او الخمسينات بتبقى موجود برضو بس مش بنفس القوه. لكن طب يا دكتور، كانوا دايما يحذرونا زمان، ما اعرفش دلوقتي ايه الوضع، انما يقولوا لنا اوعي تخلفي بعد سن الاربعين لانه احتمالات ان يحصل تشوهات للجنين اكتر كتير من المرحله ما قبل ذلك. هل ده لسه لحد دلوقتي ولا العلم اتطور والدراسات اثبتت حاجه ثانيه؟ هو لسه موجود. يعني هو يعني كل ما بتخلف بدري كل ما بقى احسن، بس طبعا دلوقتي في طرق ان احنا نعرف طبعا يعني في طرق قبل الحمل. يعني ان احنا لما يعني تبقى ست مثلا اتزوجت في سن كبير في قبل يعني لو يعني مثلا لو بتعمل حقن مجهري او بتاع ممكن نعرف الجنين، انما لو بتحمل طبيعي في طرق ان احنا في اول 3 شهور نتابع البيبي ده هو ونعرف لو في مشكله. ده بعد سن الاربعين؟ بعد سن الاربعين لان هو نفس يعني هي نفس النسبه موجوده ما اتغيرتش، هي الفكره ان احنا نكتشفها بدري بس. فنكتشفها بدري بتبقى في اول 3 شهور ممكن طبعا تعرفي، بس طبعا المقوله دي دلوقتي صعب انك انت تخوفي الناس منها لانه في كتير لقيت يعني في اصدقاء لينا وزملاء كانوا فوق سن الاربعين وولدوا يعني انجبوا شباب زي الفل الحمد لله. لا هي عاوزه مجهود اكتر وعاوزه فحوصات اكتر بس شويه. انما طبعا ما نقدرش. بص المشكله حضرتك في عندنا ان احنا بنحط الـ الـ البنت تحت تايم تراك من اول ما تتولد. فالدنيا واسعه يعني يعني ما فيش يعني لازم تلحق كده يعني زي ما يكون واحد وراه جامعه مش عاوز يسقط واحد لا الدنيا وسعت وبقى في تايم يعني حتى حضرتك بتقولي على الـ فوق ال50 وفوق ال60 وفوق ال70 وفوق ال90 لا بيعيشوا حياتهم عادي جدا وفي هرمونات بتعوض الكلام ده وفي تشيك اب بيعمل الكلام ده. طب لو انتقلنا بقى احنا اتكلمنا على 20 ل30 من 30 بقى ل40 هو من 30 اللي هو قلنا الغده الدرقيه من 40 فوق ال 40 من ال 40 بقى بيبدا بقى الفحوصات تبقى اكتر شويه بس. يعني بنبدا ان احنا نشوف السكر لانه مهم جدا. لو هي عندها تاريخ من التكيس على المبيض او حاجه فبيبقى لازم نعمل تشيك اب على السكر والضغط وهشاشه العظم. في الوقت ده الاول كنا بنقيس الكالسيوم وفيتامين د وكده. لا دلوقتي احنا ممكن نعمل بقى الدي اكس اي، ممكن نعمل اشعه على العظم نشوف اذا كان فيه هشاشه عظم او لا. ممكن بعد كده بيبقى الفحوصات الدم بتبقى هشاشه العظم دي يا دكتور بتعالج يعني لو حد عنده اصل دلوقتي كل حد هتروح للدكتور عندك اوستيوبيروسيس كل عنده اللي هو هل بتتم معالجتها؟ المصريين كلهم عندهم اوستيوبيروسيس كلهم يعني دي مشكله يعني مش حاجه بس هي بتبقى ليه سببه ايه في يعني ازاي بياكلونا واحنا صغيرين ولا ايه؟ والله المشكله من والعيل في بطن مامته انها ما بتبقاش واخده كالسيوم كفايه هو اوريدي مولود ناقص كالسيوم وبيجري طول عمره ورا الكالسيوم ده. فهمتي قصدي حضرتك ازاي؟ فهي من قبل حتى الصغيرين. انما لا هشاشه العظم بتتعالج، دي من الحاجات الكويسه، ما هو يعني بيبقى ليها علاج. بتزيد مثلا جامد مع الحمل مثلا يعني بيحصل هشاشه مؤقته، اي يعني اي ضغط صحي على المراه هيطلع معاه الهشاشه اللي هي اوريدي موجوده بس مستخبيه. طب بيقول لك هشاشه العظام حاجه وضعف العظام حاجه ثانيه، طبعا مش تخصص حضرتك لكن يعني لا ما هو الفكره الهشاشه دي مرحله قبل الضعف بقى ده دخلنا في كسور بقى ودخلنا في قصص ثانيه يعني. انما الهشاشه ده اللي هي اللي احنا بنقول عليه اللي هو مثلا في وجع في الركب، في وجع في العظم، بمشي شويه رجلي بتوجعني كده يعني. فده بيبقى مرحله قبلها بشويه. فهنا بيبقى الثدي بقى كمان بيدخل بقوه بقى في القصه دي، ان مش كشف بس وخلاص. بيبقى في الماموجرام ده مهم جدا بقى. ده كل 6 شهور ولا كل سنه ولا كل ال40 الاشعه دايما بيبقى فيه كل سنه سنتين طالما ما فيش تاريخ. ال50 يبقى كل 6 شهور كل 6 شهور بعد ال50 بس. بيقول لك الاشعه برضو الواحد بيتعرض للاشعه دي ممكن هي تسبب ده حقيقي الكلام ده مش حقيقي مش علمي الكلام ده الفوائد يعني. اكتر بكتير من الاشعه لانه مشكله سرطان الثدي انه هو
من الحاجات اللي الثدي نفسه الالياف بتاعته سميكه، فاي حاجه صغيره مش هتتحس وممكن ما تتشافش حتى لو دكتور حتى شاف. وبيبدا جوه الدكتس جوه القنوات بتاعه اللبن، ما بيبقاش ظاهر اللبنيه دي، وبعدين يضرب على طول في الغدد الليمفاويه قبل ما يطلع اصلا، فبيكتشف بيكون فمشكله. زمان كنا بنسمع يا دكتور ان عاده حالات السرطان الثدي عند السيدات بتيجي اكترها بعد الخمسين، مؤخرا بنسمع لا ان السن بقى قبل كتير. طب ده سببه ايه؟ قبل هو الفكره كلها بيبقى جينات بتتحور، فبتبقى الامور بتسلم بعض يعني، فبتبقى السن بيجي بدري. واحنا اتكلمنا على البلوغ، يعني لو هي مثلا حصل لها البلوغ عند 9 سنين فرصتها اكتر من اللي عندها البلوغ من 13 او 14 سنه. فرصتها ايه في انها تصاب بالمرض يعني؟ المرض يعني لان هو بيعيش على الاستروجين، على هرمون الانوثه، فكل لما هتتعرض ليه اطول كل لما فرصتها هتبقى اكبر في ان هو يجيلها. مش فرصه دي محنه او يعني اكبر. المحنه اكبر يعني اللفظ مش الفرصه، احتماليه انه يجيلها اكتر. احتماليه انه يجيلها اكتر. فهو طبعا، بس هو الفكره ايه؟ ان كل حاجه دلوقتي بدانا نبدا فيها من بدري، لانه يعني بقى ليها علاج. الاول ما كانش ليها علاج فما كانتش فارقه، فما كانش حد بيكشف. انما دلوقتي لا، ليها علاج. ليها علاج وتقدموا جدا بتوع جراحه الاورام. يعني حتى الثدي دلوقتي كان الاول بيشيل الثدي، دلوقتي لا، بيشيل ورمه بيعمل كروستاكس جراحه تكميليه، بيعيد الثدي تاني. فلا يعني فلو انا اكتشفته بدري هتفرق كتير جدا جدا يعني. برضو ربنا يحمي. لسه عندك سؤال ولا سؤال برضو؟ لان من الحاجات اللي برضو الواحد بيسمعها او يعني الناس اللي حواليه بيتعرضوا لها هو سرطان الرحم. سرطان الرحم من الحاجات اللي بقت منتشرة جدا في سن ما بعد الستين، فما فوق الستين أو حتى كمان بداية السبعينات، وفجأة ونلاقيه يعني انتشر في كل الجسم وبطريقة سريعة. ده سؤال ممتاز، أنا نسيت أقوله ده. بصي بقى، في عنق الرحم احنا شرحناه، تمام، لانه عنق الرحم بيجي من التلامس، يعني لازم يبقى فيه فيروس الاول يجي وبعد كده بيقلب بكانسر. فده من التلامس، فلو هي يعني متزوجه واخد بال حضرتك ازاي ممكن يجي لها الكلام ده. اوكي، احنا بنتكلم ان هم يعني دي اللي هي بيسموها ان هم الاثنين يعني ايه، مفيش علاقه جنسيه الا بين الاثنين دول، انما طبعا بره بتبقى الدنيا اوسع بكثير، لان كل لما بيزيد التنوع الناس اللي بيحصل بيزيد نسبه الكانسر طبعا. سرطان الرحم بقى ده من احسن السرطانات اللي ممكن تواجهها. احسن؟ لانه لو هو حصل بيبقى اهمال من السيده او من الطبيب. انما استحاله يفاجئك. Yeah. ليه بقى؟ لانه في رول او في قاعده دي ماشيين عليها بقالنا يعني ما اعرفش من ساعه ما اتخرجت من كليه الطب يعني. انه فوق ال 40 لو حصل اي تغير في الدوره، اي تغير، يبقى لازم بنعمل سونار نشوف حجم الرحم ده، وبناخد عينه من بطانه الرحم. وده بدايه يعني ده بدايه ان احنا نعرف السرطان. انه بيحصل لخبطه في الدوره وبيحصل نزيف او لخبطه يعني في الميعاد او في الكميه. لو هو خد عينه من الرحم ده هيعرف انه في بداياته خالص ما بقاش لسه سرطان. ده هيقول له ان احتمال يجي سرطان بعد سنتين او ثلاثه، فتابع الرحم ده وشوف. لو هي بقى اوريدي مستنيه ان هي تخلف او عاوزه لسه ما كملتش عيلتها بنستنى، انما لو كملت عيلتها بنشيله قبل ما بيحصل السرطان اصلا. فان هو ينتشر في الجسم ده دي مرحله متاخره جدا جدا، ما بيجيش في السرطان. بتقول لي احسن الرحم. كلمه احسن استعملتها يعني لانه سهل. سهل ان احنا نعرف. يعني ده من انواع السرطانات اللي هي ممكن علاجها غير الثدي خالص. غير الثدي خالص، غير. وحتى شيله انت ما بتشيليش غير الرحم. فعمليه مش يعني هي عمليه صعبه، بس مش يعني مش اللي هي زي هي مؤلمه بس اكتر منها صعبه، مش كده؟ هي مؤلمه. عمليه مؤلمه. انا عاجبني حضرتك بتاخدي الجزء السنتمنتال من الناحيه الطبيه. يعني يعني احنا ساعات بننسى القصه دي مع الكلام العلمي الجامد اللي بينسى، بننسى بقى المشاعر وانها بتبقى مؤلمه. كويس يعني. دكتور خالد النمروسي الحقيقه اسعدتنا. حضرتك من اسكندريه؟
اصلا من اسكندريه. اصلا من اسكندريه بس بتمارس في القاهره؟ قعدت في بقى لي 20 سنه رجعت من انجلترا على القاهره. برضو مستجد علينا مش كده؟ لا انا اسكندراني. طيب. لا 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 انا اسكندراني. على فكره مش باين في اللكنه. طب ده انا ماسك نفسي بالعافيه، مش عاوز اقول لك ايوه على الامه لا ده انا ماسك نفسي بالعافيه. شكرا للدكتور خالد النمروسي استشاري امراض النساء والتوليد على المعلومات البسيطه الواضحه الصريحه اللي ممكن تحمينا من مشاكل كتير جدا كل ما نتقدم في السن. شكرا دكتور خالد. شرفت بالدعوه. ميرسي جدا.